بصوا أنا دمي محروق حبتين بسبب كم الحديث الغير متوقف أو غير المتوقف، عشان غيري ممنوع من الصرف، غير المتوقف عن الاقتصاد المصري من قبل ناس بجد. واحد، إما إنه مش فاهمين فعلا 101 اقتصاد، 101 أساسيات حقيقية، طيب، أو إنه ناس بجد مش هزار قاعدة عمالة مش بتفتي، هي عندها غرض ومتأكدة انه هذا الغرض سوف يمرر بشكل او باخر لعقول الناس. يعني انا لقيت لك واحد عامل بوست على فيسبوك، والله لسه بعت لي دلوقتي، مش هقول اسمه لا يطلع اسمه حقيقي يعني، بس هو راجل تافه بمنتهى البساطة يعني، وقاعد ومتصور ماسك سيجار وحاطه في بقه وبتاع، وقال لك انا راجل جاي من المستقبل وهقول لكم. طبعا هو بيهزر بيستظرف، وقاعد عامل سيناريو اسود شافه في فيلم امريكاني حقيقي يعني على مستقبل الاقتصاد في مصر. ولما تيجي تقعد تقرا البوست ده كويس قوي هتلاقي ان في واحد قاعد عمال يقول للناس ايه، هاجروا، ما تجوش مصر، ما تحولوش فلوس. طب بالذمه اللي يكتب حاجه زي كده يعني انت مستعد تصدقه ازاي؟ بشويه عقل بساط كده مستعد تصدقه ازاي؟ واحد بيقول لك ايه، ما تحولوش فلوس، يبقى ايه؟ هاجروا، واللي مهاجر ما يجيش، واللي يعرف يسيب البلد ويكت يكت وبيع اللي وراك واللي قدامك. يعني واحد بيكلم الناس بيقول لهم يا جماعه احرقوا اسعار اي شيء، وانت ساعد في هدم اقتصاد الوطن بدل ما تساعد في بنائه. يعني بدل ما تقعد وتشتغل وتستثمر وتصنع وتكبر، لا اهرب. وكان مفهوم الوطن غائب، شيء غريب قوي. طيب القرارات اللي صدرت النهارده وبالمناسبه اللي هي مبنيه بالاساس على قرارات وقوانين من 2016، ما هياش جديدة، وتعمل لها تعديلات في مارس 22، يعني ما هياش جديدة خالص، وكلها متعلقة بتوفيق أوضاع شركات ومصانع. فجأة نلاقي الناس قاعدة عايزة تسيس القرار بشكل أو بآخر. قررت وزارة التجارة والصناعة بخصوص استيراد بعض المنتجات. طيب خلونا ناخد معانا، واسف بخصوص وقف الاستيراد ووقف نشاط بعض الشركات لحين توفيق الاوضاع. ده بمنتهى البساطه، هو في بلد في الدنيا بتشتغل جهجهون يعني؟ تيجي تقول لي اشمعنى دلوقتي؟ اقول لك يا راجل ده احنا بنشتغل على ده من 2016، وفي شركات بالفعل وفقت اوضاعها. احنا مش مسؤولين عن اللي ما وفقش اوضاعه يا جماعه. طيب احنا معانا على التليفون الدكتور علي الادريسي، استاذ الاقتصاد بمدينه الثقافه والعلوم. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ طيب اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. قول لي بقى، قريت النهارده القرارات دي ازاي؟ وايه رايك في تسييس القرار باعتباره استهداف لماركات بحد ذاتها؟ لا ده استهداف لمصنعات بتاعه دول بحد ذاتها. يعني هو ايه اللي ايه الناس بتفكر في ايه؟ خلينا نقول طبعا ان الفتره اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي ككل والظروف والتداعيات دي كلها، اكيد هناك من بيحاول يستغل طبعا الظروف دي كلها ان هو يروج مجموعه من الاشاعات المغرضه، وده للاسف الشديد اللي احنا بنشوفه مش مع قرارات وبس، لكن مع مجموعه كبيره من القرارات والاحداث خلال الفتره الاخيره. الفكره كلها باختصار شديد جدا ان من حق اي دوله ومن ضمنها طبعا مصر ان هي تنظم عملية الاستيراد والتصدير، التجارة الخارجية بالنسبة لها بشكل عام. عمليات الاستيراد ويمكن حتى السياسة الرئيس في كتير من تصريحاته كان أكد على إن إزاي يكون هناك رقابة حقيقية على ما يتم استيراده، وضبط هذا الأمر لأن المستهلك المصري من حقه إنه يحصل على سلعة تليق بيه، وده موضوع ينطبق على اي سلعه مستورده من اي دوله من اي شركه. لابد ان يكون هناك اجراءات منظمه لهذا الامر. الدوله وضعت قانون خاص بعمليه الضبط بالنسبه للشركات اللي بيستيرد او المنتجات اللي بيتم استيرادها، ودي يمكن ليها كثير من المعايير والتنظيم، لكن عندنا قانون رقم او قرار رقم 43 لسنه 2016 واللي حصل عليه يمكن مجموعه من التعديلات الخاصه بتسجيل المصانع بالنسبه للمنتجات. واحنا يمكن شفنا بس يمكن قراءه للقرار كانت يمكن الناس ابتدت تسال هو المنتجات دي مش هتبقى موجوده في السوق تاني؟ طب هو فيها بديل ليها؟ طب اسعارها هتتاثر؟ طب هل هناك ليها بديل؟ طب هناك في عجز؟
دي كلها كانت تساؤلات، لكن هي الفكره كلها هي مرتبطه بس باستيفاء للاوائل المطلوبه في ظل القوانين المنظمه للتجاره الخارجيه، وفي نفس الوقت هي هنلاقي المنتجات دي موجوده ومتوفره لان كمان ليها المصانع بتاعتها وليها، لكن هي الفكره كلها ان احنا بنحط قانون بيسري على الجميع دون تفرقه ما بين شركه اخرى او مصنع واخر. القرارات دي كانت متعلقه تقريبا بحوالي 1000 شركه مش كده؟ يعني يمكن في حدود من 800,000 شركه في وتم توفيق اوضاع 122 منهم فعلا. بالضبط بالضبط، وده كمان يعني عاوز اقول ان كمان وزاره التجاره والصناعه بتتحرك بمجهود كبير جدا علشان حتى ان هي تحاول ان هي تساعد كمان المصانع دي ان هي تستوفي، يعني مش فكره بعد عشان نبقى بناكد مش فكره بيروقراطيه وروتين، بالعكس هي الفكره كلها ان احنا حاطين رولز معينه او قواعد معينه لابد ان يتم احترامها ويتم الالتزام بيها، وبالتالي الدوله بتحاول ان هي كمان تساعد المصانع دي والشركات دي ان هي تبقى موجوده، لكن احنا بعد عشان الناس ابتدت تربط الموضوع دوت، لا اصل في مشكله في الدولار، لا اصل احنا بنمنع الاستيراد، لا اصل احنا عندنا، لا هو الموضوع ملهوش علاقه لا بالدولار ولا ليه علاقه بمنع الاستيراد ولا ليه علاقه بان احنا ضد او مع دول، لا خالص الموضوع ملهوش اي علاقه بالامور دي كلها، لكن هي عمليه كلها مرتبطه بضبط لما يتم استيراده واستيفاء الاجراءات الخاصه بيه، لكن لازم وعلى فكره كل السلع حتى اللي تم ذكرها في كتير من التصريحات الصحفيه خلال اليومين اللي فاتوا، لا احنا هنلاقيها موجوده في السوق وهتكمل في السوق، وانا متاكد ان كل الشركات دي هتستوفي، لان معلش احنا بنتكلم عن السوق المصري اللي هو اكثر من 100 مليون، واحد من اكبر الاسواق على مستوى القاره الافريقيه والشرق الاوسط، فلا يعني كل الشركات ديت مهتمه ان هي تحافظ على تواجدها في السوق المصري، فبالتالي ما فيش شركه او ما فيش مصنع هيحاول ان هو يعني يسحب من استثماراته او يحاول ان هو يتراجع عن سوق، لان احنا حتى معظم السلع ديت هي سلع وعلامات تجاريه اثبتت نجاح خلال الفتره الماضيه في السوق المصري، والمواطن المصري بيصرف كثير من هذه العلامات التجاريه، فمش سهل على مستثمر ان هو يفقد جزء من الماركت شير بتاعه او جزء من تواجده في سوق مهم زي السوق المصري علشان اي اجراءات ممكن تكون مطلوبه. ثم انه انا اظن برضه هو استحاله ان يبقى في عمليه استهداف يا دكتور، لانه في بعض هذه الشركات وهذه العلامات التجاريه تابعه لدول، مش هقول لك صديقه، دول شقيقه، وفيما بيننا شراكات واستثمارات متبادله وبيننا مصالح سياسيه وعسكريه مشتركه وما الى ذلك، فاكيد اكيد ما فيش استهداف ولا حاجه، لكن اتفضل. لا خالص طبعا طبعا، الموضوع اصل هو كمان يعني وجود حتى مجموعه من الشركات التابعه لدول شقيقه زي ما باكد على كلام حضرتك، ده اكبر دليل على ان الموضوع مش مرتبط بمجموعه معينه من الشركات. ثم عاوز اقول برضه على حاجه، وهي الدوله المصريه لو شايفه ان في مشكله في شركه معينه ولا في دوله معينه، هو احنا هنخاف ان احنا نقول للعالم كله ان احنا بنحظر استيراد المنتجات دي من الدوله ديت؟ لا مش بس كده، تعال نفتكر انه يعني من 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 قبل سنه او من قبل سنه ونص من دلوقتي، لو انا كنت كدوله عاوز استهدف شركات ومصانع لدول هقول لك ما بين قوسين بالمصري كده بترازيني، كان زماني قفلتها او اممتها من بدري، يعني بالظبط كنت قفلتها من 2013 لو انا عاوز. لا وعاوز اقول على حضرتك بس احنا ما بنشتغلش كده. لا واحنا كمان في بعض الصادرات في فترات سابقه كان بيبقى عندنا مشكله فيها وكان بيتم مراجعتها، سواء كانت سلعه زراعيه في اوقات ما وكان من دول شقيقه وكان بيتم يعني التاكيد لا هي المنتج دوت فيه مشكله فيه معينه، فابتدينا نعيد مره اخرى ازاي ان يتم الرقابه على الصادرات وان يتم تقديم المنتج ده للدول الشقيقه حتى قبل ما بنتكلم عن اي دوله اخرى بالمواصفات والمعايير المطلوبه، فده امور تنظيميه من حق كل دوله ان هي
تحط القواعد الخاصه بيها. ده أيوة. موضوع احنا ما بنزعلش لما بنلاقي اي دوله في الدنيا تيجي مثلا تقول والله يا جماعه احنا استوردنا من مصر المنتج الفلاني او الفاكهه العلانيه او الخضار الترتاني بس طلع فيه مشكله، احنا ما بنزعلش، بنقول يا جماعه قولوا لنا ايه المشكله بالظبط، هنبحثها، هنحلها لكم، حقكم تماما انكم انتوا تاخدوا المنتج على افضل مستوى ويبقى كمان متوافق في طريقه تصديره لبلادكم بالمعايير اللي بينص عليها القوانين في هذه البلاد. من ناحيتنا مصر لا هي بتأمم حد ولا بتستحوذ على فلوس حد ولا بتصادر مصانع حد ولا العلاقات الاقتصادية ما بين الدول بتمشي بالطريقة دي، على الأقل في هذا العهد وفي هذه الظروف وفي هذه المرحلة من العصر الحديث. يمكن كان ممكن يجرى زمان من 40-50-60 سنة، دلوقتي مفيش كده. لا دلوقتي مع الظروف اللي العالم كله بيشهدها دلوقتي ابتدينا يعني نشوف يعني مزيد من التعاون، سعي لزيادة في عمليات الانتاج والاستثمار والاستثمارات المشتركة، شايفين تأكيد على أهمية القطاع الخاص. احنا عندنا في مصر يعني شايفين يعني رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يعني تقريبا تصريحات شبه يومية عن التأكيد على أهمية القطاع الخاص وازاي ان هو شريك مهم في النشاط الاقتصادي، فبالتالي ثقة المستثمرين ده أمر مهم جدا والدولة بتتحرك عليه وبتحاول ان هي تقدر ان هي تمهد مناخ الاستثمار بالشكل اللي يقدر ان هو يجذب مزيد من الاستثمار سواء كان طبعا مباشرة او غير مباشرة. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم.